برا كان واحد الصراح ديال اسامه الخليفي اللي قال فيه انه مستشار ملكي في اللقاء ديالهم في واحد الفندق بالرباط. اسامه اللي غيجاوب عليه. انتما واش ما زعما ما عندكمش علاقه بهذا الموضوع؟ انا ما صرحتش بهذا الشيء وكنظن على ان اسامه زعما عنده ما يكفي من الشجاعه لانه يكذب ولا ينفي هذا الشيء. واش هذا ما كيبينش انه ما كاينش تنسيق ما بين الاخطاء والاعضاء؟ كان التنسيق، والدليل هو ان المواقف ديال 20 فبراير كانت زعما منسجمه مع راسها. هذه الجلسات وداك الشيء كنظن على انها عاديه في جميع الحركات وجميع الانتفاضات اللي كيعرفها العالم. والتصريح ديال اسامه كي زعما كيلزم اسامه، اسامه هو اللي غادي يوضحه ماشي انا. انا هذا الامر ما كاينش، كننفيو بانه تلاقى به او لا. الا كان تلاقى به ولا عيط عليه بيناتهم راه هذا اخرى، ولكن كاعضاء ديال حركه 20 فبراير ما عندنا حتى شي خبر على هذه المساله، مجرد اشاعات على ما اظن. والدليل على ذلك صرح اسامه الخلفي، صرح بانه هذاك التصريح يلزمه، التصريح يلزم اسامه الخليفي، والمعتصم ايضا نفى، يعني يلزمهم الاثنان. إذا كان شي حاجه بيناتهم جوج الله اعلم. ثم كاعضاء الحركه، كاعضاء الحركه عمرنا ما جلسنا مع شي واحد، وحنا ما مستعدين جلسوا مع حتى شي واحد. الجلوس ديالنا هو تنفيذ المطالب فقط، المطالب اللي كاينه في الشارع تنفذ، وحنا بحال جلسنا معاهم الا نفذوها راه حنا جالسين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.